إذن كما كان متوقع المنتخب الجزائري يخرج من الدور الأول والمعجزة نعود نقول لم تحدث واللاعبين الجزائريين لم يكونوا في المستوى في هذه الدورة ولكن نعود نقول أيضا حتى ولو لم يكونوا في المستوى يجب أن نكون نحن في مستوى العرفان والتقدير في مستوى الفهم لأن الأمر يتعلق بلعبة برياضة بكرة القدم والأمر يتعلق بلاعبين فرحون كثيرا في منافسات في مناسبات كثيرة لذلك نقول لهم بأنه لم تتأهلوا للدور الثاني لكنكم تبقوا بأولادنا وعناصر منتخبنا وسنشجعكم لأننا ليس لدينا بلد آخر بديل ولا منتخب آخر يسعدنا ويفرحنا. نحن ثرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. من عمر المباراة بغداد يستعيد بغداد وبا با 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 جول. إسماعيل بن ناصر كرة خطيرة إسماعيل بن ناصر جول وجول وجول يا رياض جول. بابا جول 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 وحطها بالجول إسلام جول لإسلام جول للجزائر دخل يوسف راح يوسف بابا با جول 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 بن ناصر القام الثاني رياض محرز جول وجول وجول إيريان إيريان جول رياض حطها في الجول بابا با جول يوسف بلايلي يوسف بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي يا بلايلي ماذا فعلت؟ بقايوكو خايف بقايوكو وضيع عودها لنا سلام وضيع عودها لنا سلام الله أكبر على الجزائر بابا بقال ويا بغداد يا بغداد ماذا ضيعت صباح رياض 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 ضيع جول 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 يا رياض روح من هنالك يا رئيسي جول جول قلت لك روح من هنالك حتى بالجول يا رياض بابا 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 جول حتى بالجول يا رياض حتى بالجول حتى بالجول يا رياض حتى بالجول الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر الجزائر بطلت إفريقيا انتظرنا ساعة من الزمن بل انتظرنا
أشهر وسنوات انتظرنا سنوات عجاف لنتمكن من الفوز باللقب القاري دون أن ننكر مجهودات كل الأجيال التي سبقت من لاعبين وإداريين وفنيين وجماهير وفية وغفيرة كانت حاضرة فينا في القاهرة حاضرة في قلوبنا وفي عقولنا في كل مكان.